السلام عليكم. سؤال دايما بتسأله عن السكر التراكمي. دكتور، انا بحاول اظبط سكري طول اليوم وباخد الادويه بانتظام، واروح اعمل السكر التراكمي بعد 3 شهور الاقيه للاسف عالي واحس باحباط. في الحلقه دي ان شاء الله هنتكلم عن ازاي تنزل السكر التراكمي وتخليه في المستوى المطلوب، وكمان نعرف ايه هو السكر التراكمي او خزان السكر او مخزون السكر. في البداية تعالوا نعرف ايه هو السكر التراكمي وايه الفرق ما بينه وبين قياس السكر في الدم عن طريق جهاز السكر المنزلي. جهاز السكر المنزلي لما بتقيس بيه بيعبر عن قراءة السكر في اللحظة الحالية، اما السكر التراكمي فعامل زي اللي عنده دفتر بيبص فيه ويشوف كل قراءات السكر على مدار ال3 شهور اللي فاتوا ويعرف هل هي كانت مرتفعة او لا. قياس السكر التراكمي مهم جدا لمتابعة السكر، علشان السكر اليومي طبعا بيتأثر بالأكل بشكل كبير، وكمان لو حضرتك رايح للدكتور وقبل ما تروح للدكتور بيوم أو اتنين بدأت تظبط أكلك وتنتظم على الأدوية، فهيظهر معاه السكر اليومي أو السكر العادي اللي في الدم بشكل طبيعي. أما لو قاس السكر التراكمي وانت كنت غير منتظم في الشهور اللي فاتت فهيبان إن السكر كان عالي، وبالتالي نقدر ناخد القرار الصحيح. وعلشان نفهم بشكل دقيق ايه هو السكر التراكمي، فهقول لك ان الدم عندنا موجود فيه حاجه اسمها كرات الدم الحمراء، والسكر اللي ماشي في الدم بيلتصق بكرات الدم دي. مدى تشبع كرات الدم الحمراء عندنا بالسكر هو ده اللي بيتعبر عنه بالسكر التراكمي، وعلشان كده بنعمله كل 3 شهور، لان غالبا دوره حياه كرات الدم الحمراء بتكون ما بين 3 و4 شهور. فاذا كان قياس السكر التراكمي بالنسبه للشخص العادي اقل من 5.7% فهو طبيعي 100%. اما اذا كان تشبع كرات الدم الحمراء اعلى من 5.7% واقل من 6.5% فهو في مرحله ما قبل السكر، واذا تعدت 6.5% بيبدا يكون مصاب بالسكر. طيب لو انا اوريدي مصاب بالسكر وماشي على ادويه سكر او حميه ونظام غذائي، فازاي اعرف هل السكر التراكمي عندي مظبوط او لا؟ هدفنا دايما مع المريض بالسكر او المصاب بالسكر ان يكون السكر التراكمي اقل من 7% علشان نقلل او ناخر جدا مضاعفات السكر ان شاء الله. طيب يا دكتور، السؤال المهم، ازاي انزل السكر التراكمي؟ هقول لك الاجابه على السؤال ده. علشان نعرف ازاي ننزل السكر التراكمي لازم نعرف ايه سبب ارتفاع سكر الدم او السكر التراكمي اصلا. فالسكر من النوع الثاني بيكون السبب الاساسي لارتفاع سكر الدم هي مقاومه الانسولين، اللي اتكلمنا عنها بالتفصيل في اكتر من فيديو. مقاومه الانسولين بتحصل بسبب ان حضرتك بتاكل نشويات او سكريات بشكل مبالغ فيه لفترات طويله. وظيفة الانسولين اللي موجود في جسمي انه لما يلاقي السكر او الجلوكوز في الدم ارتفع يطلع، بحيث انه ياخد الجلوكوز او السكر ده ويروح يخبط على الخلية او مستقبل اللي موجود على الخلية بطريقة المفتاح والقفل، ويدخل السكر او الجلوكوز داخل الخلية عشان يتم استخدامها لانتاج الطاقة. طيب هو دخل الجلوكوز اللي موجود في الدم الى الخلايا، ومع ذلك لا يزال سكر الدم مرتفع نتيجة ان انا واكل سكريات او نشويات عالية جدا. بيبدأ يودي باقي السكر ده ويخزنه في صورة نشا حيواني في الكبد والعضلات، والزيادة بيتخزن في صورة دهون وخصوصا في منطقة الاحشاء او الدهون الحشوية في البطن. لما بيتراكم الدهون دي لسنوات طويلة بتبدأ تطلع حاجة اسمها عوامل الالتهاب. عوامل الالتهاب دي للأسف بتأثر على المستقبلات اللي بتستقبل الإنسولين على جدران الخلايا، وبالتالي الإنسولين يجي يدخل السكر تاني جوه الخلايا يلاقي مقاومة، ما يقدرش يدخل السكر جوه الخلايا، فيفضل الجلوكوز أو سكر الدم دايما مرتفع، وهو ده السبب في ارتفاع السكر في النوع الثاني من السكر. بما اننا كده فهمنا ان سبب ارتفاع السكر هو مقاومة الانسولين، فمعنى ده ان احنا لو عايزين ننزل السكر اليومي او السكر التراكمي فاحنا محتاجين نعالج مقاومة الانسولين، او بصورة اوضح نزود حساسية الانسولين للسكر. ركز معايا وياريت تكتب، علشان هنقول على 7 حاجات او 7 خطوات مهمة لتقليل مقاومة الانسولين. رقم 1، زي ما هو واضح ان سبب ارتفاع السكر في البداية هو زيادة اكل النشويات والسكريات اللي عملت سمنة، وخصوصا سمنة في منطقة البطن اللي تسببت بشكل مباشر في مقاومة الانسولين، وبالتالي تقليل او منع النشويات والسكريات هو حل رئيسي لعلاج مقاومة الانسولين، وده ممكن عن طريق نظام من 4 انظمة.
النظام الاول هو نظام الكيتوجينيك دايت او الكيتو، النظام الثاني هو نظام اللو كارب دايت او نظام منخفض الكربوهيدرات. واعتقد الانظمه دي هي اتعمل عليها دراسات على المدى القصير وكانت انظمه ناجحه، على المدى الطويل لسه محتاجه دراسات اطول. الانظمه دي ممكن اقول انها ممكن تكون مناسبه للي عنده القدره انه يمنع النشويات تماما او يقللها لاقصى درجه، واكتر مناسبه للي السكر التراكمي عنده عالي جدا 14 و13 والارقام الكبيره دي، لانه فعلا في 3 شهور ممكن يجيب معاه نتيجه ممتازه. الانظمه الثانيه هي نظام حميه البحر المتوسط او نظام طبق الاكل الصحي من جامعه هارفارد، والانظمه دي اتكلمنا عنها بالتفصيل في الفيديو ده، وهي ببساطه بتعتمد على استبدال النشويات غير الصحيه والسكريات البسيطه بنشويات معقده بناخدها من الخضروات والحبوب الكامله، ودي مناسبه اكتر للسكر التراكمي عندهم مرتفع لكن ليس ارتفاع كبير، يعني 9 او 8 او 7.5%. رقم 2 الرياضه. الرياضه مثبت بالدراسات انها بتساعد على تقليل مقاومه الانسولين، وخصوصا الرياضات المقاومه اللي فيها حاجات بتساعد على زياده كتله العضلات وبالتالي زياده استهلاك الجلوكوز وتقليل مستوى السكر في الدم. طب لو مش هتقدر تعمل رياضه مقاومه زي الاثقال مثلا، فتقدر تمشي او تهرول او اي رياضه حتى لو كارديو متاحه ليك حتى لو في البيت احسن اكيد من عدم ممارسه الرياضه. الحاجه الثالثه واللي محدش كتير بيتكلم عليها هي النوم. النوم والنوم الليلي والنوم بشكل صحيح مهم جدا لضبط مستوى السكر وتقليل مقاومه الانسولين، لان عدم النوم بشكل جيد او عدم النوم الليلي بيساعد على زياده مستوى هرمون الكورتيزول اللي اتكلمنا عنه قبل كده، انه بيزود مقاومه الانسولين وبيرفع سكر الدم. 4 شرب المية وبعض المشروبات اللي بتقلل مقاومة الإنسولين، زي مثلا القرفة اللي فعلا في دراسات مثبتة انها بتساعد في تقليل مقاومة الإنسولين. 5 الصيام المتقطع اللي كنا اتكلمنا عنه قبل كده في حلقة كاملة، وهو ببساطة ان انت تقريبا تصوم 16 ساعة وتفطر او تحط سعراتك او وجباتك في وجبتين بس في 8 ساعات، وفي الوقت اللي انت صايم فيه تقدر تشرب مية او شاي او قهوة بس بدون سكر. الصيام المتقطع فيه دراسات مثبتة انه بيحسن كتير جدا او بيعمل حاجة اسمها الاوتوفاجي اللي بتساعد على ترميم الجسم بشكل كبير، ده طبعا للي مناسب ليه الصيام المتقطع، في بعض الناس بتقدر تعمله وبعض الناس لا. 6 طبعا علاج السمنة، وكل الحاجات اللي احنا قلناها في الاول هي علاج في الاساس للسمنة وعلاج كمان لمقاومة الانسولين والسكر. كل ما مستوى او محيط الخصر عندي نزل فهو بالتالي بيقلل من مقاومة الانسولين. محيط الخصر المثالي بالنسبة للرجال اقل من 94 سنتي وبالنسبة للنساء اقل من 80 سنتي. 7 طبعا الادوية والانتظام على الادوية. اي حد غير طبيبك المباشر يقول لك وقف الادوية او امنع الادوية فهو مخطئ تماما، الامر ده ما ياخدوش غير الطبيب المتابع للحالة بشكل لصيق. وطبعا في ادوية كتير بتساعد على تقليل مقاومة الانسولين اذا كانت مناسبة ليك بعد مراجعة الطبيب، زي مثلا الميتفورمين اللي هو من اشهر الادوية اللي بتساعد على تقليل مقاومة الانسولين. تقريبا دول اهم 7 حاجات ممكن يساعدوا على تقليل مقاومة الانسولين وبالتالي تنزيل السكر اليومي والسكر التراكمي. بس معلومة مهمة جدا، السكر التراكمي صحيح مهم جدا لمتابعة السكر لكنه مش كل حاجة، بمعنى السكر التراكمي احيانا بيتأثر ببعض المشاكل وبيكون يعني لا يعتمد عليه في الحالات دي، وده اتكلمنا عنه قبل كده في فيديو كامل نقدر نرجع له، ومثلا من ضمنها حالات فقر الدم وغيرها اللي السكر التراكمي ساعتها ما بيكونش قياسه دقيق. بالاضافة لنقطة تانية، احيانا بيكون السكر التراكمي شبه يعني طبيعي او شبه في المستهدف 7.5 او 8، واحنا نتعامل مع الحالة على ان الحالة بسيطة، ومع ذلك بيكون بيحصل مضاعفات نتيجة ان السكر التراكمي في الحالة دي هو مجموع انخفاضات وارتفاعات متتالية، بمعنى ان سكرك اليومي مثلا بيكون ما بين بينزل 70 او 60 وبعد كده يرفع للـ200 او 250، فلما ناخد المتوسط غالبا السكر التراكمي مش هيكون مرتفع قوي، ومع ذلك الحالة دي ما بتكونش فيها امان كبير من حصول المضاعفات. يعني تقصد يا دكتور؟ اقصد ان السكر التراكمي مهم لكن كمان القياسات اليومية مهمة، والاتنين بيمشوا مع بعض جنبا الى جنب علشان نقدر نقيم حالة السكر. بس كده، دمتم في صحة وعافية ونشوفكم على خير.